معنا احد الاخوه الشعراء من اليمن الشقيق، نتعرف عليك. جمعان بامطرف من حضرموت. الشعر الغنائي له نصيب الاسد، قصيده حول طاقه سميتها طاقه. نسمع. انا ارحب بكم، اقول مرحيب مرحيب في طاقه ميت مرحيب، مرحيب مرحيب في طاقة ميت مرحيب، بضيوف طاقة عدد ما غردت للطيار، في يوم مفتوح للسائل ولي بيجيب، وانتو سألوه أهل طاقة كلهم شطار، في أي مجال، تاريخ جغرافيا أو دين أو تطبيب، وإن كان في الشعر فيها أحسن الشعار، بيبرزون المواهب إن حصل ترغيب منكم وتشجيع حتى يكملوا المشوار. أنا مثلكم ضيف ما أنا من روي والسيب، أنا مثلكم ضيف ما أنا من روي والسيب، من حضرموت الأصالة ديرتي والدار، طاقة وكل من سكن طاقة سعد ما يخيب، طاقة وكل من سكن طاقة سعد ما يخيب، طاقة الحضارة وطاقة الرسم والآثار، طاقة اسمها طاقة هي الدفاع والهدوء والأنس والتطريب، فيها السلاء والسمر يحلى مع السمار، حبيت فيها الجبل والسهل والجربيب، حبيت فيها الجبل والسهل والجربيب، دربات منه ارتوت واخضرت الأشجار، ما أحس شي فرق ما أنا وسطها بغريب، الكل فيها هلي شبانها وكبار، وإن كان بك جرح جرحك عندهم بيطيب، عند النشامة تلاقي العز والمقدار، هم شعب مضياف ذي يلقاك بالترحيب، أما الشهامة لها رفع علم وشعار، الحصن مصور ذكي على الحصن يا أخي، الحصن تاريخ خلى اسمها ما يغيب، دا حصن طاقة يجونه أكثر الزوار، الحصن تاريخ خلى اسمها ما يغيب، دا حصن طاقة يجونه أكثر الزوار، سمهرم روري نودي عبرها ونجيب، الحوجري لا بلاد السند والأمصار. يعطيك العافية. يالله إن كان لي حظ مكتمل ونصيب، بازورها ثانية لو طالت الأعمار. الله يطول عمرك، وإن شاء الله دائما تكون هذه اللقاءات على الخير وعلى المحبة دائما.